بشر سمنتال خشنة، هذا اللي ببطنها الثاني عشار عليها شقد الشهر التاسع، ينطونها على كل شروط الجني. هاشة درجة أولى خشانة فول ما شاء الله. حلوة ما شاء الله خير من الله. هذا مال درجة أولى. ها؟ مال درجة أولى. ما شاء الله. الله العظيم رقم واحد. اللي يريد زين هذا الزين. اللي يريد زين؟ هذا الزين ما شاء الله. هذا الزين. هذا درجة أولى اللي أخذها ما يطلعها بعد هذا. هاش. يما رقم واحد. نعم. باع الخشانة ما شاء الله. ما شاء الله خير من الله. أنا خابرني دور على البلوكة، دحق على البلوكة. خلي دحق على البلوكات. خلي يشوف البلوك. خير من الله. نطيح كل. هاي بس الراس أنمار يبين راس. ما شاء الله بركة. اين انت دبل بلوك وراه؟ ها شلون دبل بلوك وراه هذا؟ ها مثل ما جاي تشوفون خير من الله. بقره سمنتال ما شاء الله شطر وضرع. نعم صلوات على محمد. اي وهاش نوع درجه اولى ابو احمد. بس ايش تريد درجه هسه تروح درجه اولى؟ ايه يرهم وياخذها ويحطها على الحلفايات. لا يا ابو ها اذا ما علف مدارا. ايه حرامات هذا المال. الحلال يجيب ايش؟ بالمداره. بالمداره بالمداره. عينك على مالك دوا. عينك على مالك مثل ما يقول المال. داره وخذ حليب ها. ايه حسب المداره يا ابو. اقول لك هي الدره منين؟ الدره من الجره. ابو احمد اوقف اوقف ابو جعفر. يا الله. ايه شوف وصفات رجليها ابو احمد ما شاء الله. شوف الضرع. نعم 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 نعم. ايه لحق على رجليها ما شاء الله. بين بين للمشاهد المواصفات. حتى الذب عجل ما شاء الله درجه اولى. اكيد والله العظيم. هي هذه ثلاثه ملقح لقاح دكتور غسان ابو هبهب ملقح لقاح. يعني هي هسه لقاح لبطنها سمنتال. ها لقاح سمنتال الملقحه تلقيح يعني بزره دكتور غسان. وهي طبعا هذا الثنائي الغرض يصير اذا نثيه للحليب تجي خير من الله واذا فحل صدق لحم غير لحم. اي لحم يكبر. دابه مجنيه بالعرض. اما اللي يسالنا على المكان فمحافظه دياله قضاء الخالص هبهب. هبهب ناحية هبهب. طبعا يوجد توصيل لكل محافظات العراق. تعال قتيبة. اه صورة تريدون؟ صورة ويا الحلوة. تدلل ويا الحلوة. اي وين صورة؟ ها؟ هسه ناخذ لكم صورة واضحة. هاي الصورة الواضحة. كل التوفيق ان شاء الله للجميع. كل التوفيق للجميع. مشاهدينا الاحبة متاح الان بكر سمنتال مثل ما جاي تشوفونها. طبعا هذا انتاج عراقي. وعشار خمسة اشهر. هاي هاي. اطلع واقع. سمنتال خير من الله درجة أولى مثل ما جاي تشوفون. خشانة درجة. أي نعم. شوف الله خلنا نوصف الحياة. بكر ما بازرة أول بطن هذه خمسة أشهر هسه عشار عليها. صور المنظرة حق أستاذ ماجد. ها؟ ضرع. طبعا مثل ما تعرفون السمنتال ثنائي الغرض يعني اذا جي العجل مالته للحم ما شاء الله يلم لحم خير من الله. وهو حلاب مثل ما قلنا لكم السمنتال ثنائي الغرض لحم وحليب وماخذه ايضا من عجل سمنتال درجه اولى. العجل اللي ماخذه من عنده حسب قول راعيها.
أما من ناحية المكان فمحافظة ديالى قضاء الخالص قرب سيطرة الغالبية. اللي يسأل على المكان أما بالنسبة للي يسأل عن شروط الجني فبالنسبة للبشر مثل ما معلوم ما بيها شروط جني بس حلال وحرام وعشار ونصاحة ذني شروطها هذني كلهن مبينات يعني ما شاء الله خير من الله هي من ناحية النصاحة عشار مبين حتى إذا يريد واحد يأخذ على الفحص هم ينطونه على الفحص هذا الحلال قدامكم مثل ما جاي تشوفونه سمنتال عايش بأجواءنا هذه تربية العراق هنا والدة بالعراق وبأجواءنا كل التوفيق للجميع إن شاء الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد تبارك الرحمن ما شاء الله عم هاي دجبة رقم واحد فول ما شاء الله تبارك الرحمن صل على محمد وآل محمد تبارك الرحمن ما شاء الله عم هاي نوعها هولندي الأصل بشر ثاني بطن لجبة أنطك ياها على كل عيب حليب بيها خير من الله ما شاء الله يا ربي لجبة رقم واحد عم ملقحة لقاح بمئة ألف الأصلي صلي على محمد وآل محمد صار شهرين بس احنا ما فحصين عمي هذا الحلال رقم واحد هذا الحلال درجة أولى حلال فول مأصل أصيل ما شاء الله تبارك الرحمن دابة لجبة أنطك ياها على كل عيب خشنا فول عمي ما يعرف هذا حلال ليه خابرني صلي على محمد وآل محمد ما شاء الله تبارك الرحمن دابة ما البيت ما طار عمي ما طار على حصو ولا هاي روح 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 صلي على محمد وآل محمد يا الله اللهم صلي على محمد وآل محمد عم هاي لجبة صلي على محمد هولندي الأصل رقم واحد ما شاء الله يا ربي ما شاء الله يا ربي هذا الحلال درجة أولى هذا الحلال رقم واحد صلى على محمد وآل محمد حلال مكفول درجة أولى على كل عيب عم هذه الإجبة عليها عشار شهرين شهرين عشارها شهرين عمي ملقحة تلقيح بها طار بس احنا ما فاحصين عمي هذا الحلال رقم واحد هذا الحلال درجة أولى هولندي الأصل هذا حلال أبو حسين عمي تبارك الرحمن ما شاء الله ده بطك يا خط ونخله في سفارة على كل عيب مكفولة كفالة عامة روح 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 اسحبها الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن دابة مطفرم ثاني بشرم ثاني بعد بها شيرة منها بها طارفة صلوات على محمد وآل محمد ولاز قبل ساعتين وراها فحص بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن بشرم ثاني أبيع على كل عيب شرط الجني علي بدرجة أولى بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن وين يدور رقم واحد يرجع ولاد قبل ساعتين وراها فحل أبيع على كل عيب شرط الجني وشرط الحليب بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن شطرها طويل وهشة بالحليب بسم الله ما شاء الله وين يدور رقم واحد ما ندور في المواصفات صلوات على محمد وعلى محمد ارجع وراها فحل ولات قبل ساعتين بشرم ثاني بعد بيها طارفة على كل عيب شرط الجني بسم الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد متاح بكر سيمتال درجة أولى من أجود أنواع السيمتال بكر أول بطن خشانة عملاقة أول بطن وبازرة هاي الخشانية كلها درجة أولى خشانة عرب هذا الفقار مالها
شرط الفحص سونار مفحوصة، 5 أشهر مقبطة، طابعة السادس. وين اللي يدور نظيف؟ هذا النظيف. بكر راقية. خشانة فول عملاقة. اللي يدور نظيف هذا النظيف. بكر درجة أولى. اول بطن ما بازر ابد، هاي الخشانيه كلها ما بازر ابد، اول بطن البيعه. 5 أشهر فحص سونار تاخذ تروح تفحص سونار، يلا يلا شيل.